عليك يا أبا العلاء. وعليك السلام يا أبا بهار. ماذا تريدون؟ نحن تجار صغار ونريد أن نشتري من عندك عدة أكياس من الرز والسكر والقمح والشعير لنبيعه بأسعار متهاودة للكادح والفقير. يا أبا بهار، إن بضاعتنا غالية الأسعار، فإن شئتم تشترون وإن شئتم تذهبون. يا أبا العلاء، هل تريد أن تحتكر أقوات الفقراء؟ أنا حر أبيع كما أشاء، وإذا لم يشتري الفقراء يشتري الأغنياء. ألا تخاف الله رب العالمين؟ تريد أن تحتكر أقوات الناس أيها الغشاش؟ اذهبوا إلى غيري من التجار ما دمت أنا عندكم متهما بالاحتكار. هيا اذهب من وجهي يا أبا بهار. لا رحم الله من أسماك أبا العلاء، فأنت أبو المصائب والبلاء. اضرب، اذهب من وجهي أيها الأوباش. هيا سنذهب، سنذهب يا فاقد الإحساس. هيا إلى قاضي البلد لنرفع شكوانا إليه وتكون أنت شاهدا عليه.